السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو أهم التقليصات والحذوفات للصف الرابع العلمي الكورس الثاني. طلبوا من عندي أهم الحذوفات للرابع العلمي بالنسبة للكورس الثاني. التربية الإسلامية الوحدة الرابعة صفحة 85 إلى 89 و90 و91، هذه كلها حذف. الوحدة الخامسة من 104 إلى 113 ومن 118 إلى 120، هذه الوحدة الرابعة والخامسة، هذه التربية الإسلامية. أما بالنسبة للغة العربية حذف من صفحة 3 إلى 6، حذف من صفحة 14 إلى 26، حذف من صفحة 43 إلى 46، حذف من صفحة 56 إلى 59، حذف من صفحة 66 إلى 67، حذف من صفحة 84 إلى 87، حذف من صفحة 96 إلى 97. بالنسبة للحاسوب الوحدة الرابعة بأكملها، يعني بس حذف الوحدة الرابعة. أما اللغة الإنجليزية اليونت الثامن هو والكتاب النشاط، هذه حذف. بالنسبة للرياضيات ماكو حذف، الكيمياء أيضا ماكو حذف، الفيزياء فقط الفصل السابع حذف بالكامل. أما الأحياء حذف من صفحة 21 إلى صفحة 141، أحياء من صفحة 121 إلى صفحة 141. هاي عيني حذوفات الصف الرابع العلمي الكورس الثاني، نزلتهم بقناتي على التليجرام وحتى نزلته على المنتدى.